كثير من الناس لبس عليهم الشيطان فيقدر أو يحدث نفسه بأن هذه الصحة لأني لدي برنامج غذائي، لأني كل شهرين أكشف، لأني محافظ على غذائي، لأني محافظ على نومي. يكفر النعمة نعمة الله بأن ينسبها لنفسه، كما قال قارون: أوتيته على علم عندي. يأتي التاجر الآن يتكلم في المنتديات، يتكلم في الإعلام ويقص قصص كيف كنت تاجرا، ينسب هذه النعم لنفسه. ويأتي الناس كيف تكون تاجرا، كيف يغترون بهذا الكلام. الله الذي رزقه كثير من ضعاف العقول رزقهم الله أموال طائلة لأنه هو الرزاق. وكثير من الأذكياء يموت وهو فقير. ليس الرزق بالذكاء، الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك. فكثير من الناس قد ينسب النعمة لنفسه، حتى الاستقامة. بعض الناس يقول: أنا محافظ على الصلاة. كيف حافظت على الصلاة؟ قال: أنا أنام مبكرا، أنا مهتم بالصلاة، أنا كذا أنا كذا. الله هو الذي وفقك، هو الذي هداك لهذه النعمة، فلا تنسب هذه النعمة لعملك. بعض الناس إذا رأوا رجلا صالحا أصلح الله ذريته أيضا يكفر النعمة، يقال: الله أصلح ذريته لأنه رجل صالح، لأنه بار بوالديه. النعم من الله، البر أيضا من الله، الاستقامة على الصلاة من الله، فالنعم كلها من الله. يجب علينا أن نعرف النعم وأن نعرف صاحبها، هو الله الذي أنعم علينا. وهذا ما يسمى عند العلماء بشكر القلب، وهو أن تحدث نفسك بأن ما فيك من النعم هي من الله وليس لك حول ولا قوة.